أساس حكومة السيد السوداني التي على أساسها منح الثقة محليا ودوليا هي تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية. هل تعلم أن هذا التسليح للبيشمركة تحت مظلة القانون الدولي واتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية؟ يعني كل اللي سواه، لست في معرض الدفاع عنه، أنا معارض له، لكنه كلمة حق، كل اللي سواه هو تنفيذ برنامج الحكومي اللي وافق عليه الإطار. مسألة التسليح هذه قدرات ردع وطنية، يعني أنا لا ظل أشكك، لأنه الشيء هذا من ضمن الإطار هذه؟ الاتفاقية ما عندنا، ما عندنا، لا لا رئيس الوزراء أنا مطلع على الورقة، عفوا إيه مطلع على الورقة ما لها علاقة. معلومة إنه المدافع اللي 24 يشبه F-16 كل فائدة ما بيهن، يعني وبيه النقص ذخيرة ما رايحة وياهن، وأكو يعني يرادها قرش سنتين أو ثلاث سنوات يلا يدخلن الخدمة للعلم، تقنيات أخرى يراد لها ليزرية وغيره عن طريق. أستاذ أحمد إحنا انضرب أربيل، انضرب مطار أربيل، من دين ضرب مطار أربيل طالبوا والأكراد قالوا إحنا دين ضرب المطار، وهذا ميناء تهديد الموانئ الجوية، تهديد للأمن والسلم الدوليين فيما يتعلق بسلامة النقل الدولي، لأن هذا المطار ده تنزل به جنسيات مختلفة، فاستهدافه تهديد للأمن والسلم الدوليين وتهديد لسلامة النقل الدولي، سلاسل النقل الدولي، الموانئ الجوية. أفهم من كلامك إنه هذا جيد، أفهم من كلامك إنه دين المدافع، راح يستمكنن الكيات مال الولد الويلات اللي يخلون بها الصواريخ يضربون بها، يعني مثل ما قال السيد الحلبوش لعد، هاي فعلا راح تستخدم، لا بالحقيقة لقتال داخلي، لانتشار بالمناسبة القوة التي ستدير أو ستكلف بإدارة هذه المدفعية هي قوة مشتركة، لواءين تابعين بالأساس للجيش العراقي، مشتركة بين البيشمركة وبين الجيش العراقي. هاي القوة ليش اخترنا، يعني ليش تم اختيارها من قبل وزارة الدفاع؟ بيها أكراد، الأكراد قادرين على أن يمسكون المناطق الجبلية اللي ده يتواجد فيها. راح الجيش عراقي لو راح قوات بيشمركة، لا هاي اللواءين اللي تم الاتفاق عليها بالتنسيق، لا راح الجيش عراقي يعني لواءين كرد بالجيش العراقي، هاي اللواءين لو راح بيشمركة، لا خلي أكد لك عليها. هاي اللواءين أكو لواءين للعمل والتنسيق المشترك بين وزارة الدفاع وبين بيشمركة، فصاروا إداريا على البيشمركة لكن هم تحت مظلة وزارة الدفاع يعني بالإمرة، فسلم السلاح على هذا الأساس، وهذه اللواءين ترى أساسا بدت أيام حكومة الكاظمي، تشكل لواءين مشتركة بين البيشمركة وبين الجيش العراقي. ليش اخترناهم بين يعني من البيشمركة؟ لأن عندهم قدرة القتال في الميدان، يعني أنت من تريد توزع الموارد الوطنية، هسا أنا أجيب البيشمركة أوديهم بالعمارة أو بالناصرية يقاتلون، ما يتكيف،